تغييرات جديدة بتحصل في إدارة البنك المركزي وقرار مهم جداً هيعلن عنه قريب. إيه اللي بيحصل وهل دي مؤشرات على تعويم جديد؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، واللي هيفضل برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة سنة من دلوقتي. وبقى في تشكيل جديد لمجلس الإدارة عشان يساعدوا محافظ البنك المركزي الفترة اللي جاية. يا ترى بقى اللي بيحصل ده وراء أي حاجة؟ هل كده المصريين داخلين على تعويم جديد مثلا؟ شوف يا سيدي، المفروض اليومين اللي جايين دول البنك المركزي يعلن كمان عن تشكيل أعضاء لجنة السياسة النقدية الجداد، ودي اللجنة المسؤولة عن تحديد سعر الفايدة على الإيداع والاقتراض. وده لأنه زي ما قلنا لكم شكل مجلس جديد وفيه أعضاء قدام خرجوا من التشكيل بشكل رسمي وأعضاء جداد اضافوا، والمفروض أن لجنة السياسة النقدية بتجتمع كل 6 أسابيع عشان تحدد السعر الجديد والفايدة أو تاخد قرار بتثبيت السعر القديم. الاجتماع اللي جاي هيكون 8 اجتماع للجنة في 2023 وهيكون الأخير عشان يحسموا سعر الفايدة بعد ما رفعته اللجنة 3% على مرتين في شهر مارس وأغسطس اللي فات. وفي الاجتماعات اللي قبل كده اللجنة قررت تثبت معدلات الفايدة وما تغيرهاش 5 مرات. تفتكروا ده سبب تغييرها؟ مش عارفين. المهم عشان تفهم مهمة اللجنة دي فلازم تعرف ان اي قرار اللجنة بتاخده بيكون بناء على معدل التضخم اللي الحكومة عايزة توصله، وكمان بيراعوا فيه استقرار الاسعار علشان المواطنين، وده لان رفع الفايدة واحد من اهم ادوات القضاء على التضخم والسيطرة عليه. مش بس كده، ده كمان قرار الفايدة بيحتاج لدراسة وتقارير اقتصادية قبل ما يحددوا إذا كانوا هيرفعوا سعر الفايدة ولا لأ. طيب هل كده في تعويم جاي؟ في آخر اجتماع بتاريخ 2 نوفمبر البنك المركزي ثبت الفايدة، لكن هل هيعمل كده في اجتماعه اللي جاي؟ ما نعتقدش، وده لأنه حسب وكالات عالمية كانوا شايفين إن التعويم هيكون بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر أو مع بداية 2024. فمثلا بنك سوستي جنرال الفرنسي توقع إن الدولار يسجل 37 جنيه في البنك قبل نهاية السنة اللي احنا فيها. اما بقى مؤسسة فيتش فكانت شايفة ان الدولار هيسجل 38 جنيه، وده ممكن يحصل نهاية السنة او بداية السنة الجديدة على اقصى تقدير. وكل ده والمفروض القرارات دي مرتبطة بمعاد مراجعة ادارة صندوق النقد اللي المفروض كان يحصل علشان نصرف باقي قرض 3 مليار دولار. وعشان كده وزير المالية كان بيتوقع انه يحصل المراجعتين ورا بعض قبل نهاية السنة دي. تعال بقى نبص على سعر الدولار في السوق السوداء دلوقتي، هتلاقيه وصل ل 50 جنيه للدولار الواحد مقارنة ب 31 جنيه في البنك، وطبعا ده فرق كبير جدا. وطبعا الحكومة عايزة تعاون عشان تقلل الفرق ده وتقضي على السوق السوداء تماما. انتم بقى شايفين ايه الصح؟ هل الحكومة تاخد قرار الجنيه وتقضي على قصة السوق السوداء دي، ولا التعويم مش في صالحنا وهيزود الأسعار علينا؟